السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة الأبعاد السياسية والعسكرية والإنسانية لتوقيف معركة الحديدة. من جديد توقيف مفاجئ لمعركة الحديدة بعد أن كانت قوات الجيش على بعد أقل من 5 كيلومترات من ميناء الحديدة الاستراتيجي. فجأة طرأ الهاجس الإنساني على بريطانيا عبر المؤسسات الدولية المؤثرة، مع أن الحديدة وسكانها تحت المعاناة منذ 4 سنوات. توقيف أثار الاستياء والاستغراب معا، لأنه حساس التوقيت وكونه جاء بينما الميليشيا الإنقلابية شبه مطوقة من كل الجهات عدا الشمال. فبينما يتم إيقاف الضغط على الحوثيين، تستمر اعتداءاتهم على المدنيين في المناطق التي يزعم التحالف أنه حررها، فلا تزال مدن حيس والتحيتة تحت مرمى القصف الحوثي شبه اليومي. التوقيف في مجمله يؤكد أن قرار السلم والحرب في اليمن أكبر من أن يحدده التحالف السعودي الإماراتي ويمنح الحوثيين نصرا مجانيا على حساب معاناة 300,000 مواطن تتمترس بهم الميليشيا، وهو أيضا فرصة أخرى ليستعيدوا تموضعهم من جديد داخل المدينة المنكوبة بهم. في حلقة اليوم من زوايا الحدث نناقش القرار وأبعاده وانعكاساته سياسيا وعسكريا وإنسانيا. معركة الحديدة عنوان تصدر نقاشات الأزمة اليمنية في الأروقة الدولية والصحافة العالمية. صراع مشتعل منذ أكثر من عامين باتت فيه الحديدة العنوان المختصر للأزمة اليمنية وصراع عض الأصابع بين التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ومنظمات الأمم المتحدة التي تحذر من كارثية الحرب في الميناء الأخير الذي تصل عبره إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية والمواد التجارية الضرورية للمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. التحالف ينظر لمعركة الحديدة باعتبارها إحدى طرق الضغط على ميليشيا الحوثي للعودة إلى مسار المفاوضات، بينما تعتبر الميليشيا الحديدة آخر منافذها على العالم وإحدى مصادر قوتها ووصول إمداداتها من السلاح والمال. وبين التحالف والحوثي هناك ملايين اليمنيين العالقين في وسط الصراع الذي طال أمده وتحول لحرب شوارع تهدد سكان المدينة وضواحيها بالموت المجاني. التوقف المؤقت للمواجهة في الحديدة يحمل في طياته عدة رسائل، من بينها الاكتفاء بالضغط الحاصل والناجم عن التقدم إلى قرب الميناء والسيطرة على مداخل المدينة انتظارا لقبول ميليشيا الحوثي بالعودة للمسار التفاوضي، وهو الهدف الذي أعلن عنه في وقت سابق وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. الحكومة اليمنية عبر ناطقها أصدرت بيانا يناقض إعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية في الحديدة، وهو ما يشير إلى أن التحالف مستمر في استخدام الحكومة الشرعية كإحدى أدوات الصراع والتخفي وراءها وتحميلها مسؤولية استمرار النزاع. النظر للحديدة في معزل عن المشكلة اليمنية يعقد من المشاكل ويجعل الأنظار تتجه بعيدا عن جوهر الأزمة اليمنية التي ابتدأت مع الانقلاب ولن تنتهي إلا مع رحيله كما يرى العديد من المراقبين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المستشار في السفارة اليمنية بلندن الأستاذ عبد الوهاب طواف. مساء الخير أستاذ عبد الوهاب. مساء النور أخي العزيز، ولم أعد مستشارا في السفارة، هذا أولا. نعم، أهلا بك. إذن بصفتك الشخصية كيف تتابع إصرار بريطانيا على إيقاف الحرب وإنقاذ الحوثيين من هزيمة ربما أوشكت على النهاية في مدينة الحديدة؟ أخي العزيز، أعتقد الصورة ليست بهذه كما 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 تكلمت أو كما علقت في أذهان الجميع أو أغلب متابعين المستجدات في اليمن. التوجيهات الجديدة أو التوجهات الجديدة للمجتمع الغربي أو الدول الغربية بصورة عامة وخصوصا المملكة المتحدة والولايات المتحدة هي من أجل نقطتين. النقطة الأولى من أجل جانب إنساني، إتاحة الفرصة لإدخال مساعدات وإخراج الجرحى وما إليه من قضايا إنسانية. النقطة الثانية
تأتي في سياق إتاحة الفرصة للمبعوث الدولي لإخراج هذه الميليشيات الإرهابية من الحديدة. لكن كما تعلم أستاذ عبد الوهاب، أستاذ عبد الوهاب، كما تعلم التجربة السابقة ليست بالبعيدة، يعني عندما وصل الجيش إلى ميناء الحديدة ومطار الحديدة خرج المجتمع الدولي وأكد بأن الميليشيا ستنسحب سلميا وستسلمها للحكومة الشرعية، ولكن في الأخير منحت الفرصة لكي تتمترس من جديد وتفخخ المدينة وتعيد حساب أوراقها، ثم فتحت معركة من جديد، واليوم هو نفس السيناريو يعاد من جديد. سنأتي على ذكر ماذا تريد هذه الميليشيات. أولا ذكرت لك ما هي الضغوط الغربية حول إيقاف الحرب. بالنسبة للحكومة اليمنية لا يوجد شيء، لا توجد أي توجيهات منها للجبهات بالتوقف أو يعني بالالتزام بهذا، وإنما باقي الجبهات مشتعلة. بالنسبة للتدخلات الغربية هي ماثلة العيال لا تنكر، وخير مثال جبهة نعم متوقفة منذ أكثر من عام لأسباب سياسية. يعني الظاهر الذي نعلمه أن من أجل إتاحة الفرصة لاستعادة الدولة سلميا، ولكن لا الحقيقة أن هناك أجندات أجنبية كثيرة تحت الطاولة في استمرار هذه الميليشيات أو النتوء الطائفي في اليمن أقل من أجل تحقيق فوائد اقتصادية لدول هنا وهناك. بالنسبة للقوات التي وصلت إلى منتصف الطريق أو إلى شوارع الحديدة لن تعود، أنا أقول لك لن تعود إلا بإحراز مصر. نتمنى الشعب اليمني وأعتقد والحكومة والاتحاد في تمنوا أن هذه الميليشيات تغادر المدينة حتى سلما وبالطرق السلمية، ولكن إذا تعثر ذلك فالعمليات العسكرية ستواصل حتى استعادة الحديدة ولن تتوقف. نعم نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب، بحكم قربك من يعني الشأن البريطاني وعلاقتها باليمن وكنت مستشارا في السفارة اليمنية، برأيك لماذا كل هذا الإصرار وكل هذا الدفاع لإنقاذ ميليشيا الحوثي بعد يعني أن كلما تحققت إنجازات للحكومة الشرعية وعودتها تظهر بهذه القوة دفاعا عن ميليشيات الحوثي، رغم أن التصريحات الرسمية يعني وفق القرار الأممي 22/16، فلماذا برأيك؟ الحكومة البريطانية موقفها واضح مع الشرعية، هو داعمه للرئيس وللشرعية، لا جدال وصوتهم واضح في هذا المجال. وإلى هذه اللحظة إطالة الحرب 4 سنوات أعتقد هو أصبح محرج للدول الغربية. إذا نزعنا يعني نظرية المؤامرة أو الأجندات الغير معلنة من استمرار ميليشيا الحوثي كنتوء طائفي في اليمن، الدول الغربية الدول الديمقراطية، وبالتالي هناك تنافس حزبي، حزب العمال هنا في بريطانيا وحزب المحافظين، وبالتالي مثل هذه القضايا تسبب لهم إحراج أمام الرأي العام المحلي، وبالتالي هناك ضغوط كبيرة إنسانيا والحوثة أو ميليشيات الحوثي الإيرانية وبإسناد إعلامي لوجستي سياسي من إيران. تعلم أن العامل الإنساني هو ركيزة في تأليب العالم على التحالف وعلى الحكومة اليمنية، وبالتالي جهد كبير تبذله هذه الميليشيات لإحداث أكبر ضرر في الجسم اليمني وفي الخارطة الشعبية للشعب اليمني وإبراز المعاناة للشعب اليمني ولاستثمارها غربيا لإيقاف الحرب بشروط وبمعطيات لا تصب في صالح الشعب اليمني. نعم. ولكن لا نقدر أن نقول أن البريطانية أو أي دولة حقيقة إلى الآن أنهم بالمفتوح أو بالصوت المعلن أنهم يسعوا إلى إطالة إلى منح هذه الميليشيا صفة. للعلم كان هناك بداية الحرب هناك أصوات كثيرة غربية تعتقد أن هذه الميليشيا فعلا مظلومة، ولكن اليوم بعد 4 سنوات تعتقد تكشفت كثير من القضايا التي كانت خافية عليهم، وأن واقتنع الجميع أن هذه الميليشيات لا تبين لها للحياة، وإنما بعض الدول تستخدمها لأغراض الحقيقة لأغراض خاصة بها وبإجندات اقتصادية في المقام الأول ومن أجل شراء الأسلحة من قبل دول التحالف واستخدام هذه القصة فزاعة لدول المنطقة. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب، السؤال الأخير، برأيك هل هذه الجهود فعلا ستنجح في إيقاف المعركة
وبالتأكيد هي لصالح الحوثي، أم هي فقط تهدئة وستعود من جديد برأيك؟ من جانبين، جانب الحكومة اليمنية والتحالف هم جادين في منح جهود السلام القسم الأكبر والشطر الأكبر في إنهاء هذه المأساة الإنسانية والتي خلقتها ميليشيات الحوثي. وحقيقة 4 سنوات طالت، هو بسبب أن التحالف والدولة منحوا الفرصة الكبيرة للمبعوث الدولي سواء ولد الشيخ أو هذا، وعلى حساب استعادة الدولة عسكريا كما هو الحاصل في الموصل بالنسبة لميليشيات داعش. بالنسبة لك على ما قلت لك، التحالف والدولة تريد أن تحل المشكلة سلميا، ولكن القصة بقية القصة هي لدى ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي ترتكز في عقيدتها وفي بدائها على القتال، ليس إلا لا يوجد لديها مشروع عداد للحياة ولا لديها خطط للحياة، وبالتالي تم إيقاف الحرب أو المضي في السلام سيجردها من كل شيء. لا حظوظ لها، لأن الشعب اليمني ضدها، الأحزاب السياسية كلها ضدها، لا قبول لها إقليميا، لا قبول لها دوليا، وبالتالي ترى أن استمرار الحرب إلى أن تتهيأ الفرص سواء الدولية أو المحلية للقبول بهم كمكون داخل أقلية يسعى إلى بقاء أنفسهم أقلية داخل المجتمع اليمني. ولكن أنا أعتقد أن الأمور حتى إذا توقفت فترات زمنية ستعود وستستعاد الدولة اليوم أم غدا، يعني سلما أو حربا. أشكرك الأستاذ عبد الوهاب طواف، سفير سابق في لندن، شكرا جزيلا لك. ونشرك معنا من الحديدة الصحفي سامي الأهدل. مساء الخير سامي. مساء النور أخي بشير، أهلا بك. بداية أستاذ سامي، كيف تجري الأمور الآن في الحديدة؟ نعم، على الواقع على الأرض ميدانيا في المدينة لا يوجد ما يحيي بالشباكات أو معارك، فقط هناك قصف متقطع أو غارات جوية متقطعة لتعزيزات الحوثيين. أيضا الحوثيون على الأرض ينتشرون بشكل كبير ويحاولون تعزيز تواجدهم، أيضا يقومون ببناء التحصينات ويعتلون البنايات العالية، ينتشرون في حي 7 يوليو المحاذي لتواجد القوات الحكومية شرقا، وينتشرون في الحي التجاري غربا القريب من الميناء، أيضا بمحيط الميناء يعززون من تواجدهم العسكري البشري، أيضا من قواتهم وتحصيناتهم، يعتلون المباني المحيطة والقريبة من الميناء، ينشرون قناصة. كل تحركات الحوثيين توحي بأنهم ليسوا أمام نية للانسحاب من المدينة أو نية حتى لإتمام هذه الصفقة التي يتحدث عنها الغرب أو تضغط أو تقود هذه الضغوط بريطانيا نحو وقف إطلاق النار داخل المدينة بأي اتفاق. تحركاتهم كلها توحي بأنهم يستعدون لمعركة قادمة. نعم، طيب الآن بالنسبة للمواطنين أستاذ سامي، كيف تتابع ردود أفعال المواطنين حول يعني إيقاف المعركة بعد أن كانت مشتعلة، وأيضا الوضع الإنساني بالنسبة لهم؟ نبدأ من الجانب الإنساني. بالنسبة لإيقاف المعركة لن يكون له أي دور أو أي تأثير إيجابي في إنهاء المعاناة الإنسانية. إيقاف المعركة بهذه الطريقة، انتشار القوات أو تقاسم القوات الحكومية مع الحوثيين السيطرة على المدينة، لن يؤدي بالتأكيد إلى أي تخفيف من معاناة الإنسان داخل الحديدة. هناك المنافذ لا زالت مغلقة، الجنوبي والشرقي، ما زال المنفذ الشمالي بيد الحوثيين وهو المتاح الخروج والدخول منه. أيضا بكل تأكيد السيطرة الطرف واحد على المدينة بشكل تام وكامل هو ما سيخفف معاناة الإنسان والسكان داخل الحديدة. بالنسبة لأبناء الحديدة هم يتوقون لتواجد القوات الحكومية، قوات عسكرية تتبع دولة، أيضا بدعم من دول إقليمية كالتحالف العربي والسعودية والإمارات، أيضا ستكون أنت أمام طرف يحمل مشروع دولة ومدعوم من دول، وبإمكانك أن ترفع صوتك إذا وجد أي معاناة، لكن أن تكون تحت سيطرة
ميليشيا لا تؤمن بمشروع الدولة ولا لديها أي ولا تلتزم بأي التزامات أو قوانين دولية، فمن الصعب التعامل معها. هم يطلبون لتواجد القوات الحكومية لأن مصالح الإنسان داخل الحديدة هو وجود الدولة وعودة الحياة والوظائف وعودة دوامهم الحكومي وعودة رواتبهم وعودة عمل الميناء بشكل جيد. أيضا الإغاثة التي تأتي عبر الميناء سيضمنون وصولها إليهم بعد أن كان خلال هذه السنوات كلها تذهب لتجارة السوق السوداء وتذهب لإمداد الحوثيين. طيب سامي، نعم، تجعلهم يريدون القوات الحكومية. نعم. ابقى معي سامي، ابقى معي، نشرك معنا في الحديث من عمان المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير، أهلا بك أستاذ عبد الناصر. كيف تتابع قرار إيقاف المعركة بعد أن كانت المعركة لصالح الجيش وربما قد كان سيحسم معركة الحديدة ويتم التحرير؟ يعني كان من البداية متوقع هذا الأمر، لأن معركة الحديدة ليست بالصورة التي يتم الترويج لها. يعني منذ البداية كانت معركة صعبة ومعركة فيها مخاطر، وهناك موقف دولي كان معلن منذ أكثر من سنة ونصف، ليس مفاجئا. هناك عدم قبول بأن تكون هناك معركة كبيرة في الحديدة، وكما نعرف الذي حدث منذ الأربع أشهر ومنذ الأسبوع الأخير أن المعارك لا زالت تدور في أطراف المدينة وبعض المناطق السكنية. يعني نعرف الآن أن التقدم حدث في شرق المدينة، والهدف يبدو كان هو الوصول إلى طريق الشام، لأنه هذا يبدو أنه الهدف الرئيسي للقوات المهاجمة لأنها تريد أن تحاصر المدينة. لكن نعرف أنه لا زال هناك مئات الألوف من السكان، طبعا هناك مئات الألوف نزحوا من الحديدة وحولها منذ أربعة أشهر حسب تقديرات الأمم المتحدة، لأن هناك حدود 550,000 نزحوا من مساكنهم منذ ذلك التاريخ. لكن لا زال هناك مئات الآلاف، بعضهم لا يقدرون ماديا حتى على التنقل، والبعض الآخر متمسك بالبقاء في منزله. وبالتالي المعركة منذ البداية كان واضح بأن هناك عوائق ميدانية. الحوثيين مستعدين للمعركة داخل المدينة، متخندقين داخل المناطق السكنية، وأيضا يبدو أنهم يحاولون منع القوات من التقدم لقطع الطريق عليهم في طريق الشام. إضافة إلى ذلك، يعني لا نعرف الآن ما هي الضغوط التي بموجبها تم إيقاف المعارك. هل هي يعني ما تم الإعلان عنه أستاذ عبد الناصر، ما تم الإعلان عن أن المعركة مستمرة ولكن فقط تهدئة من أجل يعني الإغاثة الإنسانية فقط بحسب ما صرح محافظ الحديدة؟ طبعا يعني هذه التصريحات لا نعول عليها لأنها هي لا تعكس الواقع. يبدو أن هناك ضغوط من تحت الطاولة لم يتم الإعلان عنها من قبل الدول الغربية على السعودية والإمارات، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك. لكن كما ذكرت، هل هناك اتفاق فيما بين هذه الأطراف بتوقف القتال هنا؟ توقف القتال هنا أيضا هناك مشكلة فنية. نعرف الآن أن القوات المهاجمة على شمالها حوثيين وعلى يمينها حوثيين، وبالتالي لا تستطيع أن تبقى في هذا الموضع لفترة طويلة، لأن هذا الوضع عسكريا ليس في صالحها، لأنه يمنح الحوثيين الفرصة لعمل الكمائن للاستمرار في مهاجمتها، وهذا أمر لا يمكن توقع بأن يستمر طويلا. لهذا علينا أن ننتظر لنرى هل ستتقدم القوات إلى طريق حرض. في هذه الحالة إذا حدث ذلك تكون واحدة من فصول معركة الحديدة قد أغلقت، لكن لا زالت معركة الحديدة نفسها الفصول الأخرى لم تغلق، لأنه في حال تم قطع الطريق. نعم. في هذه الحالة هل
سيتم محاصرة المدينة، كيف سيكون موقف الحوثيين؟ هل سيستسلموا؟ هل سيستمروا في القتال وبالتالي تدمر مدينة الحديدة؟ يعني السيناريوهات لا زالت سيناريوهات السيئة مطروحة، ليست الصورة كما يتم الحديث عنها، وهذه واحدة من مشكلة الإعلام ومشكلة من يدعوا التحليل السياسي وغيره ذلك، أنهم يستسهلوا. من قبل معركة الحديدة من 4 أشهر كنا نسمع أن المعركة لن تستغرق 2 أو 3 أيام أو أسبوع، وهذا كلام يعني مضلل، كلام غير مسؤول. أيضا هناك القادة الميدانيين أيضا أستاذ عبد الناصر يصرحون بأن التوقيف هو من يعيق هذا التحرير، ولكن لديهم القدرة على تحرير المدينة بالكامل. والتقدم السريع دليل على ذلك. لا لا، ليس تقدم سريع، أي تقدم سريع؟ يعني العملية أخذت 4 أشهر من الحشد ومن بداية الهجوم، ثم توقف، ثم كرر الهجوم، ثم توقف، ثم انسحبوا، ثم تراجعوا. يعني المسألة ليست بهذه البساطة. الكلام أيضا، الكلام الذي يقال هذا كلام توجيه معنوي، ليس كلام تحليلات حقيقية ولا تقدير الموقف صحيح. نعم. لكن بشكل عام المعركة لا زالت ليست حتى في منتصفها حتى الآن. يعني أستطيع أقول لك أننا لازلنا في ربع مراحلها. نعم. لأنه لا زالت المنطقة الكثيفة السكان لا زالت تحت سيطرة الحوثيين، وهي المنطقة الخطرة التي لا يمكن اقتحامها إلا بخسائر بشرية كبيرة وتدمير هائل لما تبقى من منشآت ومن مساكن في مدينة الحديدة. نعم. أعود إلى الحديدة مع الأستاذ سامي الأهدى. الأستاذ سامي، الآن مع قرار التوقيف كيف تتابع يعني الحشد وأيضا القوة التابعة للشرعية؟ هل لا زالت في نفس الاستعداد وبنفس الحشد وأيضا المد لقوات الجيش في الحديدة أم توقفت؟ نعم، بكل تأكيد لا زالت القوات الحكومية في أماكنها، أيضا لا زالت الحشود العسكرية تتوالى. هم يدركون أن الحوثيين يريدون استغلال وقف إطلاق النار لشن أي هجوم. الآن فعلا كما قال ضيفك، القوات الحكومية في الخطوط الأمامية معرضة للحصار ومعرضة لكمائن وهجمات الحوثيين، هذا بكل تأكيد. بالبارحة منتصف الليل الماضية شن الحوثيون هجوم على بلدة التحيتة على الطريق الرابط بين التحيتة ومديرية زبيد، في محاولة منهم لقطع خط الإمداد الذي يمد القوات الحكومية من مدينة المخا، مركز قيادة القوات المشتركة والإماراتية هناك، إلى مدينة الحديدة. فبكل تأكيد كل المؤشرات تؤكد أن الحوثيين يريدون من هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار هو كسب الوقت، أيضا بقاء القوات الحكومية في هذه الأماكن خلال هذا التوقيت. ربما يحاولون استغلال هذا التوقيت وشن هجمات وتحقيق أي مكاسب ميدانية قد تؤثر على القوات الحكومية. بالنسبة للقوات الحكومية ووصولها على بوابة الميناء، اسمح لي أن أعلق على هذه النقطة، هم على بعد الآن أقل من 5 كيلومتر. أيضا القوات الحكومية إذا استخدمت النيران الكثيفة وبشكل قوي وكبير جدا، كانت قد طوقت المدينة منذ بداية الأسبوع الأول، لكن القوات الحكومية فعلا تقاتل تحت ضغط الدولي، تحت الضغط الدولي وخشية الدخول في حرب ومعركة شوارع. أشكرك مدينة الحديدة. أشكرك الصحفي سامي الأهدر، كنت معنا من الحديدة، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، سؤال أخير نختم به الحلقة، موقف بريطانيا الذي ظهر هذه المرة بهذه الصورة وفي هذا التوقيت، هل تعتقد بأن بريطانيا ترى بأن يعني ميليشيا الحوثي ربما تكون حليف استراتيجي أكثر من الحكومة الشرعية، ولذلك هي تظهر في الوقت الحساس لتدافع عنها وتوقف المعركة بهذه الصورة؟ يعني لا أميل إلى هذا التحليل. موقف الحكومة البريطانية يشبه موقف الحكومة الأمريكية وموقف معظم الحكومات الغربية. الحكومات الغربية لديها
رؤية وتصور للوضع في اليمن، يروا بأن الحرب لن تؤتي نتائج، وبأن يرون بأن بالإمكان إيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وهذا الأمر أيضا يبدو تحليل قاصر. فيما يتعلق بموقف القوى هذه من الحوثيين، هذه الأطراف جميعها منذ ما قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء وحتى بعد الحرب لا ينظرون للحركة الحوثية كخطر أو يهدد مصالحهم بشكل مباشر، بل البعض منهم يرى بأن الحركة الحوثية هي ند موضوعي للجماعات الإرهابية التي هي سنية الطابع، وبالتالي يرون بأن من الأفضل إبقاء هذه القوة كقوة قادرة على مواجهة هذه الجماعات، إضافة إلى أنه الأداء الباهت للشرعية وغيابها الفعلي. يعني نحن نعرف الآن من بيقاتل هي بتقاتل فصائل عمليا ليست تحت سلطة الشرعية. نعم. وبالتالي هذه الدول ترى بأن هذه الفصائل هي مصدر للمزيد من الفوضى في اليمن، وهم يرون بأن من الأفضل الدخول مع حركة الحوثي بشكل من أشكال المصالحة على شكل حكومة. أشكرك. حكومة وطنية أو غيرها، ولكن كما ذكرت لك هذا التحليل قاصر، وهو يشير إلى أن هناك رؤية لا يهمها مصلحة اليمن بقدر ما يهمها توقف الحرب بأي شكل من الأشكال. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا من عمان. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن.